كلكم صحايد كل الجزائريين والأمة العربية والإسلامية جمعاء، يعني هذا العيد أعده الله علينا بالخير واليمن والبركات. صحة عيدكم والشعب الجزائري الأمة الإسلامية قاطبة. نتمنى أن السنة القادمة كل الأحزان والهموم الشعوب العربية تزول، وبالأخص الشعب الفلسطيني الجريح. كذلك نتمنى أن المولى عز وجل كل الموتى يتغمدهم وتكون الجنة متواهم ومتقلبهم. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير لكل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية وخاصة قناة البلاد والشعب الفلسطيني، إن شاء الله يتحرر. صحة عيدكم، صحة عيد كامل العمال تاع قناة البلاد، كامل الأمة الإسلامية، صحة عيد ثاني كامل الفلسطينيين خاصة أهلنا في غزة. نتمنى إن شاء الله ينتصروا، ونتمنى لهم إن شاء الله ربي يحفظهم كامل الأطفال وكامل ناس غزة، وربي ينصر الشعب، ربي ينصر جميع الأمة الإسلامية إن شاء الله في جميع القطر العربي إن شاء الله. أقدم تهانية الحارة والقلبية إلى كل الشعب الجزائري وإلى الأمة الإسلامية والعربية بمناسبة عيد الفطر، وخاصة إخوتنا في قطاع غزة الذين يعانون تحت العدوان وتحت الحصار وتحت القصف. أقول لهم إن شاء الله نحتفل بنصركم ليكون عيدا أكبر من هذا العيد. كما أهنئ الزملاء الذين جاءوا اليوم للعمل في قناة البلاد، والذين كلهم مثلنا تركوا أجواء العائلة وأجواء العيد في المنزل يلتحقوا بواجبه المهني. هؤلاء أقدم لهم تحية تقدير وإجلال واعتراف لهم بشجاعتهم للعمل في هذا اليوم، وشكرا. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أولا عيد سعيد لكامل الجزائريين ولكامل الأمة العربية والإسلامية. في الحقيقة هو عيد للأمة الإسلامية نحتفل به، لكن هو عيد أيضا فيه ملامح من الحزن وملامح من يعني الفرحة منقوصة في إخواننا في غزة وفي العراق وفي سوريا إلى غيرها من البلدان العربية والإسلامية. أيضا نتمنى أن يعيده الله علينا بمزيد من الخير والبركات، وأن يرفع علينا هذا الحزن وهذه الفرقة، وأن تعود يعني الأمة الإسلامية إلى وحدتها وإلى رشدها. صح عيدكم الشعب الجزائري والأمة الإسلامية، وإن شاء الله العيد هذا يعود علينا بالخير، خاصة الأمة العربية والإسلامية اللي راهي تعاني في العراق وفي سوريا، وخاصة إخواننا في غزة. وإن شاء الله عيد سعيد للعائلة الكريمة والوالدين الكريمين وأختي الصغيرة وئام. بلاد صحة عيدكم، عقب العام الجاي إن شاء الله. صحة عيدكم وكل عام أنتم بخير. عيدكم مبارك لكل كل الأمة الإسلامية والجزائريين كامل إن شاء الله، وإن شاء الله عيد مبارك يجوز على الناس غزة إن شاء الله، وإن شاء الله ربي ينصرهم إن شاء الله، وقال ليكيب تكنيك تاع البلاد تي في، وكل عام وانتم بخير. نقولكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، يعاودوا ان شاء الله علينا ربي بالصحة والهنا. يعني في عائلتي الثانية هي قناة البلاد، نتمنى لهم الصحة والعافية ودوام المغفرة، ربي ان شاء الله العام جاي ان شاء الله حوايج ملاح، ونتمنى يعني الاخوان في غزة ينتصروا بإذن الله، ونبلغ سلامي لعائلتي اللي في سكيدة، نقول لهم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، صحة عيدكم، صحة عيد الجزائر كاملة، صحة عيد الأمة الإسلامية، وصحة عيد ليكيب تاع قناة البلاد، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صحة عيدكم كل عام وانتم بخير، إن شاء الله كل عام يلقاكم بخير. وش راح نقول لكم، عيد سعيد لكاع ليكيب البلاد اللي راهم حاضرين معنا اليوم، اللي ماهمش مع ديارهم بيان سور. صحة عيد ناس غزة مساكن اللي راهم يعانيو، ونطلبوا إن شاء الله يتحرروا من هذا الشويج وزودوكا. وش راح نقول لكم، أنا فيف ليكيب البلاد، فيف لا بتيت فامي البلاد، يعطيكم صحة لا فامي أو راسون جينيرال، ميرسي شوقي كاميرامان أمين الصون بيان سور، ويحيى ليكيب تكنيك، السلام عليكم.
صح عيدك، كل عام وانتم بخير، لا قبل عام الجاي ان شاء الله في حياتك وحياة والديكم، ونهدي العيد هذا لبنتي وكل فاميليا. صح عيدكم كاع ليكيب تاع اللي سامح حصه احسان وقناه البلاد، وان شاء الله تعيدوا بالصحه والهنا. صح عيدكم، كل عام وانتم بخير كاع العائله تاع قناه البلاد ولا فامي تاعي، خصيصا الاب الام اخواتي كاع خال خالة العمات ناس فامي وناس فامي. بمناسبة عيد الفطر المبارك نقول لكم صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات على الجزائر وكل العالم الإسلامي والعربي، والنصرة إن شاء الله لإخواننا في غزة وكل عائلة وكل طاقم قناة البلاد. شكرا. صحة عيدكم إلى كل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية، وعيد مبارك أيضا لإخواننا في غزة برغم المأساة التي يعيشونها. عيد مبارك أيضا لإخواننا في سوريا، إلى كل الأمة العربية والإسلامية التي تئن برغم الفرحة إلى أنها امتزجت بأحزان. نسأل المولى عز وجل أن يعيده علينا باليمن والبركات. عيد سعيد لكل الجزائريين. بسم الله الرحمن الرحيم، نتمنى عيد مبارك لجميع الأمة الإسلامية والعائلة تاعنا هنا في البلاد والعائلة الكبيرة وريما العزيزة والخوتنا إن شاء الله في غزة، ربي يفرج عليها. السلام عليكم، صحة عيدكم، كل عام أنتم بخير، وصحة عيد كل الأمة العربية والإسلامية، ونسال على لافامي بامبو تلجان نقول لهم كاع صحة عيدكم وكل عام أنتم بخير. صحة عيدكم، كل عام أنتم بخير، بحب أنا أعايد الشعب الجزائري أولا، وبصل كمان معايدتي لأهلي في سوريا والشعب السوري كامل، وإن شاء الله ربي يرجع الأمان والسلم إن شاء الله لأهلنا في سوريا وفي غزة كمان، إن شاء الله ربي كمان يهنيهم إن شاء الله ويرجع لهم الأمن والسمان، وكل عام وانتم بخير. صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. صحة عيدكم وصحة عيد كامل الأمة العربية والإسلامية والجزائرية خاصة.